يا صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير يا رب. فيديو النهارده هنجرب مع بعض منتجات مايت سينما الجديده، وهم نزلوا ليب جلوس شيمر، وده بيكون شكله. معظم الدرجات متقاربه، هم منزلين 12 درجه بس، في درجات كتير متقاربه. انا اخدت 3 درجات، ويمكن دول اكتر 3 درجات مختلفين. هقول لكم رايي فيه وتجربتي مع كل حاجه عنه بالتفصيل، وكمان هنجربه. ودي 3 درجات، 201 و204 و207. لو اخدتوا بالكم 201 من درجات البينك الكشمير اللي على موف، وهتلاقوا من الدرجه دي 3 درجات تقريبا، ودرجه 204 اللي هي الدرجه النوت، و207 الدرجة اللي هي زي الهافان، ودي درجة 201. واللاين ده كله بيعتمد على فكرة انه في شيمر او جليتر بألوان كده مختلفة، هو مش بيجمنت، يعني هو مش هيديكي لون، رغم ان على ايدك ممكن يدي لون بسيط بس على الشفايف مش بيدي. وفي درجات تعتبر زي شفافة، هما فيهم شيمر كتير يعني مش قليل، لون ضعيف، والجلوس نفسه خفيف. بس عايزة اقول لكم ان الفرشة بتاعتهم حلوة جدا، ويمكن دي اكتر حاجة عجباني. 204 اللون بتاعها خفيف، تعتبر شفافة، مش بيظهر قوي اللون ده، بيظهر بس الشيمر او الجليتر اللي فيه. دي درجة 207، ودي 207، ويمكن دي اكتر درجة حبيتها، وحسيت كمان البيجمنت بتاعها شوية احسن. جلوس شيمر اكتر من انه بيدي لون، اللون بتاعه ضعيف جدا، فهو فكرته ان بيدي زي لمعة كده خفيفة للشفايف، لمعة شايني، وفي نفس الوقت فيه جليتر او شيمر كتير مش بيرطبوا الشفايف. عشان كده هنصحكم بحاجة، انكم ترطبوا شفايفكم قبل ما تستخدموهم. كمان في حاجة تانية عايزة اقول عليها قبل ما اجربهم معاكم، اقول لكم ان معظم الالوان لو حركتوها كتير على الشفايف هتعمل لون زي الوان التنت او الحاجات اللي بتدي لون بينك. شايفين اللون بقى شكله عامل ازاي، رغم ان اللون اصلا نود. فكرة بالنسبة للون الاولاني برضو بيدي البينك او التنت بتاع البينك. 201 و204 هما الاتنين في الاخر بيبقوا نفس اللون، لو حركت شفايفك كتير اللون بيعمل لون زي تنت بينك للشفايف، فاللون نفسه بتاعه حتى لو كان على بني او على بيج بيبقى على بينك. يمكن الدرجة الوحيدة اللي عجبتني اللي مختلفة وهي 207، والدرجة دي احلى حاجة فيها انها مش بتعمل لون بينك. شايفين اكتر درجة حبيتها 207 لانها مش بتغير لونها، لكن باقي درجات مايتي سينما اي درجة لونها بيميل شوية للون البينك هتلاقوها بعد شوية بتبقى بينك. حتى الدرجة دي كانت نود بس معرفش ليه بقت بينك. الدرجة نفسها لو تفتكروا لما وريتها لكم في فيديو مشترياتي كان لونها اصلا نود مايل للون البيج او البيجات، ما كانش بينك خالص. لما استخدمتها كتير طبعا بدأ لونها يظهر، فدي برضو نقطة تخلوا بالكم منها عشان ما تشتروش درجات وتطلع الدرجات مقاربة لبعضها. يمكن اكتر درجة مختلفة 207 مختلفة خالص عنهم، ومش بتتحول للون البينك. بعدها لو عايزة تشتري درجة تاني فالدرجات التانية كلها متقاربة لبعض، فأي درجة على حسب ذوقك، بس فعلا مختلفة عنهم بس 207. اول عيب فيها انك لو عندك مكان جاف او مكان فيه خطوط بتبدأ بعد شوية المكان ده يبقى لونه بينك اكتر من اي مكان تاني، زي ما التنت في العموم بيعلق في المكان اللي هو فيه خطوط، فده نفس القصة. الالوان اللي بتعمل لون بينك في الشفايف او بتدي زي لون تنت هتبتدي لو عندك خطوط بعد شوية هيكون الخطوط دي شكلها اوضح وباين فيها لون بينك اكتر. كمان مش بيعملوا اي ترطيب للشفايف، لان جربت انواع كتير بتعمل ترطيب في الشفايف، هما لا، مجرد ليب جلوس عادي خالص. هو قوامه خفيف فبتضطري تاخدي منه، يمكن باخد منه في المرة الواحدة 4 مرات عشان يحط معايا ويدي لون ويدي بيجمنت شوية، او حتى يدي شكل، لانه خفيف جدا مش من الانواع التقيلة خالص. دي شكل درجة 207، يمكن اكتر درجة عجبتني. كمان مش بتعمل لون بينك خالص، فمش بتعلق في اي مكان عندك، لو في خطوط او قشور بعد شوية مش هيعمل فيها لون بينك. الدرجة البيجمنت بتاعها خفيف بس برضو بتدي لون بسيط حلو وشكله مش وحش، فاكتر درجة حبيتها 207. دي درجة 204 تعتبر شفافة اكتر، مفيهاش لون، او اللون بتاعها يعتبر ضعيف جدا، وعشان لونها خفيف فبيبان فيها الشيمر او الجليتر اكتر من اي درجة تانية. شكل الدرجة في البداية لونها مفروض انه بني على بينك او بني على اندرتون شوية مايل للبينكات، بس هي خلاص بعد شوية بتبقى لون بينك غامق صريح وواضح. اهم حاجة ترطبه قبله،
الليب جلوس دي مش بتدي اي ترطيب للشفايف، فترطبه قبله عشان لما يبدأ يطبع على الشفايف لون بيك ما يبدأش يبقى مش متناسق او لون واحد، يبدأ يبقى فيه مكان غامق ومكان فاتح. فعيوبه بصراحة اول عيب فيه ان في درجات بتعمل تنت للشفايف، كمان هو مش بيرطب، تحتاجي انك ترطبي كويس قبله، ودرجاته متشابهة. فلو هتشتري اقصى حاجة تشتريها درجتين، ممكن درجة 207 عشان مختلفة، وبعدها لو عايزة تشتري درجة تاني اشتري درجة من باقي الدرجات، في النهاية كلهم هيبقوا نفس الدرجة باقي الدرجات الموجودة، لاني جربت معظمها بتعمل اللون البينك اللي هو زي تنت كده للشفايف، ثبته زي اي ليب جلوس عادي. في العموم الليب جلوس اصلا مش بيكون ثابت، اول حاجة بتبدأ تروح فيه اللمعة اللي بيعملها، مش الجليتر او الشمر، لا اول حاجة بتروح اللمعة. الجليتر او الشمر اللي فيه بيفضل فترة كويسة على الشفايف ماسك فيها، وبعدها بيبدأ يقل بالتدريج، واخر حاجة بتتبقى اللون البينك اللي بيعمله، لو استخدمتي درجة بتدي لون بينك، لكن الدرجة دي اخر حاجة بتفضل الجليتر او الشمر، وبيدي زي لون كده خفيف بيج للشفايف. شايفة انه كويس بالنسبة لسعره، وسعره 40. لو حابة تشتري ليب جلوس يكون فيه جليتر او شيمر، هو بيعمل كده بس مفهوش بيجمنت، يعني مش هيديكي لون، هو بس عبارة عن جليتر او شيمر او لمعة للشفايف مش اكتر، اللون ضعيف جدا. تاني حاجة لو هتشتري متشتريش اكتر من درجتين، يعني تشتري درجة 207 عشان مختلفة، وتشتري درجة كمان، لان في النهاية باقي الدرجات متقاربة. الباكجين حلو جدا، كمان الفرشة بتاعته حلوة جدا. فانا شايفة لو حد حابب يشتري حاجة ليب جلوس شيمر او جليتر يعتبر كويس بالنسبة لسعره بس كده، وده كان رأيي فيه. ولو جربتوه برضو اكتبولي رأيكم، ولو عندكم رأي برضو مختلف قولولي عشان كلنا نستفاد. وبس كده، شكرا ليكم ومع السلامة.